وين اللاعبين يا معلم؟ هاي لاعب الحمد لله. سلمنا عليك. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناة مصطفى جيمنج. اليوم نحن بمود الاونلاين، لا تتفاجئوا هذا في واحد ثاني عم ياخذ الشاحنة ثانية. خليني اطلع انا بشاحنتي، معي حمولة سيارات. طبعا نحن منطقة النو كوليجن زون، فانت ما بتتصادم مع حدا. خليني افرجيك اليوم سيرفرات الاونلاين. نحن بسيرفر المحاكاة، في شوية تقطيع بسبب اللاعبين، بس نحن حنحاول قدر المستطاع. معي شاحنة الدف، فبدنا نكون جاهزين انه هدول لعيبة الاونلاين. في منهم مهملين نوعا ما، فلازم نكون صاحيين دائما. ونحن بألمانيا طبعا، فيك تلعب فيها بالدول العربية، بس ما في لاعبين كتير، هاي هي القصة. فبأوروبا بيكون مليان لاعبين. نحن نفرجيكم مود أونلاين، نشوف بعض الحوادث كيف رحلتنا رح تكون اليوم. ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. طبعا اذا بتتخالف بمود الاونلاين مباشره طرد على طول، اذا بتخالف هذا مود المحاكاه. ما بتلتزم بحدود السرعه، بتاذي اللاعبين، يعني حاطين عدد من الشروط. فعم يقول لي انه انت يو هاف ليفت ذا سيتي. طبعا معي شحنه الدف الاكس دي، الشاحنه اللي بحبها كتير، عملت فيها اكثر من فيديو. شغل ضل احتياط. معنا حمولة السيارات، خلينا نشوف الوضع بالشارع اونلاين اليوم كيف على الطريق السريع. طبعا احيانا بيكون اونلاين حلو، ما لعبت فيها بطريق المنجم لانه ما في كتير لاعبين. هاي منطقة كانت اكتر شي فيها لاعبين، حتى هلا يعني انا منتبه انه ما في والله الكمية الضخمة من اللاعبين اليوم. اليوم لانه مو الاحد، احيانا بيكون يوم الاحد اكثر شيء الزحمة، بيكون اللاعبين اجانب وعندهم اوف يوم الاحد. فخلينا نشوف شو الوضع. طبعا اجواء رائعة جدا بالماب اليوم. احنا هنطلع على الطريق السريع. هاي في لاعب هون صافف على اليمين. راح نلتقي كل حين ومين بلاعب. في طرقات بيكون مزحومة فيها اللاعبين، بس ما عم لاقي انا هي الطرقات للأمانة. هي الواقع انك تقدر تلعب اونلاين، مو على طول في لاعبين. هاي لاعب، you are entering this intersection traffic here is moderate. حلو تمام، بيعطيك توقعات على الترافيك اللي قدامك. والله ما في ترافيك ابدا، ما في لا هبوب ولا دبوب اليوم بموت الاونلاين. توقعنا نشوف لاعبين اكثر. نروح رحله ثانيه على المنجم نبقى ان شاء الله. يوم الرحلة رائع جدا، فاضي الشارع. تحس عم تلعب لحالك.
أشوف ما نحمل السيارات شوي. السيارات رينو ولا داسيا؟ تشبه الداسيا هالشعار. وين اللاعبين يا معلم؟ هاي لاعب الحمد لله. سلمنا عليه. وهاي تيرن ليفت لعيونك. طبعا انا شرحت بالتفصيل الممل والشامل على تفعيل مود الاونلاين بفيديو سابق على القناة 100% بدون اي مشاكل. طبعا مود الاونلاين يا شباب يا اخواتي ما بيشتغل الا على الطريق على الخريطة الاساسية واللعبة الاصلية. مستحيل يشتغل معك على لعبة مكركة أو إذا لعبة أنت مانك مشتريها. ماشي بسرعة كتير، ما بعرف إذا رح أتخالف لأنه هذا المشي وراي متبع حدود السرعة، بس أنا لأ. بس عموما رحلة رائعة يعني، رحلة جميلة وسالمة. وهي وصلنا تقريبا على المدينة اللي رايحين عليها. يا سلام يا سلام على الأونلاين. هلا وصلنا على مدينة أوسنبروك، بلشنا نشوف شوية ناس أحسن. ترافيك إز فلويد. فبالأونلاين لازم تتبع الإشارات، إذا ما اتبعت إشارات طرد من السيرفر بحظر مباشر. ما عندهم مزح، هدول أجانب. هاي نحن جوا المدينة، فعلا الأجواء رائعة بالمدينة، ما في تقطيع، ما في عدد لاعبين كبير. طبعا جوا المدينة بيعمل لك ليمت على 60. هاي شركتنا تقريبا وصلنا لها. شو رأيكم بالأونلاين؟ حابين فيديوهات تانية نعملها على مود الأونلاين؟ إذا حابين فيديوهات أونلاين خبروني، أنا بسوي لكم فيديوهات أكثر بالأونلاين. بنحاول نروح على مناطق فيها الزحمة أكثر، بنحاول نروح على طريق المنجم. هاي turn left أول مرة، بعدين turn left، وهاي العمل عملناه على الأونلاين. هاي في لاعب هون،
صف الشحنة، أمور طيبة إن شاء الله. أي شحنتنا رح نصفها. يا سلام عليك، هاي كانت رحلتنا اليوم بالأونلاين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى يكون الشحنة عجبتكم، مود الأونلاين عجبكم. إذا حابين فيديوهات تانية نعملها بمود الأونلاين خبروني رأيكم بالتعليقات، أنا جاهز لكل شيء. أما من هون للفيديو القادم، أترككم في أمان الله.